أخبار اليوم. أهلا بكم في النشرة الاقتصادية الأسبوعية لبوابة أخبار اليوم، معاكم شيماء مصطفى. تأسيس 10 شركات سعودية باستثمارات 36 مليار جنيه بمصر. أعلن رجل الأعمال الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عن ضخ استثمارات سعودية مصرية بقيمة 36 مليار جنيه من خلال تأسيس 10 شركات عملاقة، لافتا إلى أنه سيتم فتح الباب أمام المستثمرين المصريين والسعوديين للمشاركة في رأس مال تلك الشركات، كما تعهد المؤسسون بقيادة الشيخ صالح كامل رئيس الجانب السعودي بالمجلس بتغطية رأس المال خلال 3 أشهر. 40 مليار جنيه حجم استثمارات السوق العقارية المصرية العام الماضي. أكد أمجد حسنين الرئيس التنفيذي للمشروعات بإحدى شركات التطوير العقاري أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها بالسوق العقارية المصرية خلال العام الماضي بلغت 40 مليار جنيه، وأضاف أن إعادة العمل بنظام المطور العام وسيلة رئيسية لتنفيذ مشروعات الدولة العملاقة. تراجع مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف. تراجع مؤشر الأسهم القيادية EGF30 خلال الأسبوع الماضي بنسبة 19%، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGF70 بنسبة 56% من المئة، ومؤشر EGF100 بنسبة 39% من المئة، وبلغ إجمالي التداول حوالي 5.2 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار جنيه الأسبوع الذي يسبقه. خروج 3 بنوك أجنبية من السوق المصرية. كشفت دراسة حديثة أعدها اتحاد المصارف العربية عن خروج نحو 3 بنوك أجنبية من السوق المصرية خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة لاستحواذ 3 بنوك محلية وأجنبية على محافظ وقروض وودائع 3 بنوك أخرى. وأوضحت الدراسة أن القطاع المصرفي المصري شهد خلال السنوات الخمس الماضية خروج عدد من المصارف الأجنبية نتيجة تراجع الاستقرار الأمني والسياسي وزيادة المخاطر التشغيلية وسوء الوضع المالي لبعض هذه البنوك. البنك المركزي يسدد 1.8 مليار دولار مديونيات دولية. يسدد البنك المركزي المصري مستحقات ومديونيات دولية على مصر تبلغ قيمتها 1.8 مليار دولار بحلول يوليو المقبل. وأكدت مصادر مطلعة بالبنك المركزي أنه من المقرر قيام البنك بسداد آخر مديونية لدولة قطر وتبلغ قيمتها 1 مليار دولار، وذلك خلال شهر يوليو المقبل. الصندوق الاجتماعي يسلم الدفعة الأخيرة من مشروع الألف تاكسي. سلم الصندوق الاجتماعي للتنمية برئاسة سهى سليمان الدفعة الأخيرة من مشروع الألف تاكسي في محافظة كفر الشيخ، والذي يموله صندوق تحيا مصر، وتم تسليم 100 عميل لسياراتهم وهم الفائزين في القرعة العلنية التي تمت من قبل الآلاف من المتقدمين ممن توافرت فيهم الشروط. سعر الدولار يسجل 9.9 جنيه بالسوق السوداء. سجلت أسعار الدولار بالسوق السوداء 9.8 جنيه للشراء و 9.9 جنيه للبيع، ورغم قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنحو 112 قرشاً ليبلغ سعره الرسمي بالبنوك 8.8 جنيه للشراء و 8.9 جنيه للبيع، إلا أن سعر الدولار بالسوق السوداء مازال مرتفعاً بالمقارنة بالأسعار الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة المحلية. الإسكان ترك مقدم الحجز ببنك التعمير لا يعطي الأولوية في القرعة المقبلة. كشفت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن ضرورة قيام المواطنين ممن قاموا بالتقدم للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي في القرعة الماضية ولم يحالفهم الحظ في الفوز بوحدات الإسكان الاجتماعي قيامهم بسحب مقدمات الحجز من بنك التعمير والإسكان ليتسنى لهم التقدم من جديد في القرعة المقبلة، وأن من يترك مقدم الحجز بالبنك ليس له أولوية أو أحقية في القرعة المقبلة للوزارة. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الاقتصادية الأسبوعية، مع وعد بلقاء في الأسبوع المقبل. انتظرونا.